وللوقوف على آخر تطورات المشهد في إيران بعد دخول نقابات العمالية على خط التظاهرات، ينضم إلينا عبر سكايب من لندن المتخصص في الشأن الإيراني محمود أحمد. حياكم الله أستاذ محمود. أهلا وسهلا بك أخي العزيز، تحياتي لحضرتك ولمشاهدي الكرام. أهلا بك أستاذ محمود. يعني مع دخول التظاهرات الرافضة للنظام في إيران شهرها الثاني، بما تفسر هذا الزخم الذي يزداد كل يوم رغم القمع؟ طبعا جميع المتابعين للأمر الإيراني يعرفون أنه هذه المرة تختلف عن المرات السابقة خلال 43 عام الماضية، اللي كانت مظاهرات كثيرة وتظاهرات الأحواز كانت مستمرة دائما، والعدد والمدة التي استمرت هذه المرة أكثر بكثير مما مضى. فهذا من هذا الجانب قوة لهذه الحركة ولهذه الثورة اللي البعض يسميها ثورة ومصر على أنها ثورة، وثورة لن تنتهي إلا بالخلاص من النظام الإيراني، النظام الفعلي المسمى بالإسلامي. والواقع وصلت خلال هذا الشهر اللي مضى، وصلت العلاقة بين النظام وبين الشعوب في داخل إيران وصلت إلى نقطة لا عودة، لأن الشهداء كثيرين والمعتقلين كثيرين. إحنا في الأحواز مع قلة المظاهرات بالأحواز، لكن يوميا عندنا 2 و3 شهداء يسقطون. فإحنا الواقع نرى أنه الشعوب قاعدة تتهيأ للفترة القادمة أكثر مما مضى، من أجل أنه يتابعون أمورهم ويتابعون سقوط النظام والسيطرة على ما يرتبط به. يعني هذه التظاهرات ما الذي يميزها؟ من أين تستمد قوتها؟ عمدة من الشعوب، عمدة من الشعوب غير الفارسية في داخل إيران، العرب والكرد واللبنوش والآزريين والتركمان وغيرهم واللر أيضا. فالحراك واسع جدا، والشعوب بهذه الفترة 40 سنة بسبب كثرة الظلم وعمق المأساة نظموا أنفسهم، وأصبحت التنظيمات في كل لكل شعب عشرات التنظيمات. الآن اللي نشطين على الساحة من كل شعب تنظيمين وثلاثة وأربعة، فبالتأكيد الآن هذا الحراك ينسق معا بين التنظيمات الشعوب. وأمس كانت عندنا في برلين، هنا في برلين بألمانيا، غريب من 80,000 متظاهر اجتمعوا. نعم، بالعودة للداخل الإيراني أستاذ محمود، يعني كيف ترى دخول نقابات العمال على خط التظاهرات ودعوتها أيضا للإضراب العام؟ هل هذا يزيد من الضغط على النظام الإيراني؟ بالتأكيد بالتأكيد، العمال هو احنا اساسا بسنة 1979 العمال، عمال النفط بالذات، النفط والغاز، عندما دخلوا المعركة انتهى النظام، ما طول فترة قصيرة يعني شهرين وانتهى. فاحنا الآن نتوقع هذا الدخول. طبعا العمال، عمال شركات النفط المتعددة في الأحواز خصوصا والدول المجاورة وعلى سواحل الخليج، هذه بداية الآن، وإذا تعمقت أكثر وإن شاء الله تتعمق أكثر، لأن عليها عمل ثقيل جدا من كل الجهات في الأحواز وفي إيران. نعم، فأكيد بالتأكيد ستهز النظام. لدينا الآن عمال النفط، عمال البتروكيماويات، عمال الغاز، وعمال غصب السكر، الآن هي الأعداد الكبيرة الموجودة بالأحواز الآن. وأما في طهران وأماكن أخرى أيضا هناك مصافي للنفط موجودة. نعم، وفيها طيب. عمال كثيرين أيضا والمصانع وغير ذلك. أستاذ محمود، يعني الحرس الثوري دخل على الخط أيضا وهدد الدول الداعمة للتظاهرات إعلاميا، يعني برأيك إلى أي مدى سينجح خطاب التهديد بالخارج ونظرية المؤامرة التي ينتهجها النظام الإيراني دوما؟ طبعا
كان النظام الإيراني دائما يتصرف هكذا، ودائما يتهم الدول الأخرى بالتدخل، ودائما يدعي أنه المظاهرة اللي تكلمت عنها أنا 80,000 أمس في ألمانيا وإحنا شبابنا مشاركين بها، النظام الإيراني أعلن أنه 2000 متظاهر في ألمانيا طلعوا وبسبب الغلاء اللي موجودة في إيران. نعم. فالنظام يريد يتابع هاي السياسة حد ما يتمكن، لأن ما عنده شيء يتمكن يتمسك به حتى يقنع العالم ويقنع الشعوب في داخل إيران. فالشعوب قاعدة تتطور، والآن المظاهرات انتقلت إلى اعتصامات، أغلقت المحلات، أغلقت في طهران، أغلقت في كردستان، وأغلقت في بعض المناطق في شيراز. فهذا التطور خطير على النظام ومنسق تماما بين الداخل والخارج. نعم، إذن كنت ضيفنا عبر سكايب من لندن المتخصص في الشأن الإيراني الأستاذ محمود أحمد، شكرا جزيلا لك.